السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كان علي أيام يعني في رمضان. أراد. فصراحة أنا بعاني من مرض السكر عافاك الله. فبتعب يعني لما أجي أقضيهم، فأنا هل يجوز إن أنا أطلع عنهم فلوس أو حاجة زي كده؟ إذا كنت تعجز عن القضاء أطعم مكان كل يوم مسكينا سيرا على فعل أنس بن مالك الصحابي لما أسن، لما تقدمت به السن كان يعجز عن الصيام، فكان يطعم مكان كل يوم مسكينا. بيد أنه ثم أمر ألا وهو، هل إطعام المسكين هذا واجب عليك كعاجز في حالة تحقق عجزك أم أنه مستحب؟ الظاهر والله أعلم أنه مستحب، فلا أعلم دليل ملزما للمريض مرضا مزمنا أنه يطعم، إنما أفعال بعض الصحابة وقد تعمل على الاستحباب، ذلك بأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهب أنني لا أستطيع القضاء في الأيام الأخر لمرض مزمن لعجز دائم، فليس عندي نص يلزم بأن أصوم إلا أقوال بعض الصحابة والله أعلم.